جديد في 2019 هو جديد زوين وجدته في 2018 ولكن تعطلت شوية. كنت عنزله في 2018 ولكن كتب لي أنه ينزل في 2019 بعد سنة جديدة إن شاء الله. نتمنى أن تكون خير وبركة على كل المغاربة بعد سنة سعيدة الجميع. وكان جديد زوين وجوج أغاني جديدة تنزل وحدة وبعد منها الأخرى، ونتمنى أنها تروق شي حاجة زوينة بزاف وخدمنا عليها بزاف باش إن شاء الله تعجب الجمهور ديالنا. أغاني مغربية كاين محمد الإدريسي، كاين سامي الزناتي التوزيع، كاين ألحاني تاعنا وجوج أغاني من ألحاني ولكن وحدة أنور مقدور. يعني كاين إبداعات وكاين شي حاجات زوينة اللي إن شاء الله خدمنا عليها بزاف باش تبقى شي حاجات. تنبغي ديما نصيب شي أغنية اللي تبقى بحال كيف الأغاني الخريزة ندير أنا، بحال مغربنا، بحال أجيني، بحال الفاتورة. شي حاجة اللي عطيت شي أغنية خاصها إن شاء الله تبقى في الريبرتوار المغربي. تنبغي شي حاجة اللي تزيد تبلور الريبرتوار المغربي أكثر من أنها تدوز واحد الوقت وتمشي في حالتها. هو عمل من إنتاج روتانا، حيت ديجا بدينا فيه أنا وروتانا، والعمل الثاني من إنتاجي أنا. هو قال لك فاش تبغي تدخل شي دار خاصك تدخلها من ابوابها الواسعه، هي هذيك الوغ الخليج العربي الابواب ديالو هي روتانا وشركات كبيره بحال هكا اللي تتعرف انها تدخلك لذاك يعني لذاك سوق الانتاج ولا سوق الفن بواحد الطريقه راقيه وجميله جدا. روتانا ضافت لي طبعا الكثير، انها كنت اول فنان مغربي يعني مضيت مع شركة روتانا إنتاج وتوزيع غير الفنانات، تنهضر على فنان رجل، أول فنان في تاريخ روتانا مضيت معاه، وهذا شرف لي أنهم هما تفكروني واتصلوا بي وقال لك بغينا فنان مغربي واختارينك أنت محمد رضا، وأنه خلوني وعطوني المجال أني نوزع ألبومي في الخليج العربي اللي هو ألبوم 10، كان فيه 10 الأغاني مغربية، وكانت سابقة هي أن أغنية مغربية يعني ألبوم كامل مغربي فيه 10 الأغاني توزعوا شركة عربية اللي ديما تحرصوا أن الأغنية الخارجية تكون هي السباقة والأغنية اللبنانية. عطاو المجال الأغنية يعني عبر هذا التعامل، يعني كانت درنا بزاف الحاجات أنا وياهم. أنا استغليت يعني الصورة تاع روتانا أنني نبين الأغنية المغربية أكثر، وهما خذوا الاسم جديد مغربي اللي تيحبوه وتيبغيوه وبغاو يبينوا في الخليج أكثر وأكثر، وساعدني أنا درت حفلات كبيرة في الخليج وداكشي يعني مهم. أنا همي الوحيد وديما في الفن مني بديت أنا ما تهمنيش، كانت تهمني أغنية مغربية تهمني بزاف، وتهمني أن نوصل الفن ديالي كان محمد رضا واحد الفنان مغربي اللي تيدير بزاف الحوايج، وما تنجريش أنا ورا الشهرة ولا ورا يعني البوز ولا ورا شي حاجة. أنا تنجري ورا أنني نقدم واحد الفن جميل وراقي اللي يبقى دائم وماشي، حيت أنا متربي على الموسيقى القديمة والفن القديم. ماشي فقط أنك تدير أغاني باش تنجح وتكون ستار وفي الأخر ما تبقى خاوي من الداخل، هذه اللي صعيبة. خاص الواحد خاصو يكون عنده ريبيرتوار، يعني صعيب الفنان باش يكون عنده ريبيرتوار فني كبير ويطلع للخشبه والناس يرددوا معاه مجموعه الاغاني، يعني كل ريبيرتوار تاعو تيغنيو معاه من الاول حتى الاخر، ماشي اغنيه واحده وباقي كي قلنا بهكا نكملوها بالشاب خالد ولا بشي حاجه اخرى. ما تنشوفش انا داكشي البوز داكشي، هذاك هو حاجات تيدوزو وتيمشي وتيجي وداكشي، وتيكون هنا واحد اخذ عطاء في الانترنت وهضر عليا نهضر عليك عطيني نعطيك هكا داكشي بصحتهم. يعني مزيانه، هو اصلا الانترنت دارت للتسليه، هو هادشي اللي واقع دابا هادشي اللي واقع، ولكن حنا باش ندخلو في وسط التسليه هي اللي صعيبه، انك تخلي الفن تاعك انه يمشي من خلال التسليه كي قلنا بهكا، ولا تقول سيرفي فوق اي حاجه كاينه طلع فوق منها، ولا اي فنان وقعت ليه شي حاجه تنوض انت تهضر وداكشي. بالعكس حنا ما عندناش مع هاد المسائل، انا تنقدم فن وكي تشوفيني مقل في الظهورات ديالي لاش، حيت ما عنديش مع شي حاجه البوز ولا شي حاجه، انا تنقلب على اغنيه جميله وراقي نقدم لجمهوري عاد نبان ونقول السلام عليكم انا جبت اغنيه جديده تفضلوا ويسمعوها ونغنيوها ويحفظوها معايا ويرددوها معايا وتبقى لي انا حاجه زوينه في حياتي، وتبقى لهم انتما اغنيه جميله اللي سمعوها من محمد رضا. هو النقد ديما كان في العالم الفن وفي الصحافه، ويعني هذه حاجه اللي
داخلة في الصحافة النقد. وجاو هاد الصحافة هاد المجموعة تاع الصفحات اللي تنتقدوا ينتقدوا الفن، ينتقدوا الطريقة، ولكن باش يدخلوا بزاف التفاصيل الإنسان، واللي يكونوا هنالك واحد بزاف تاع يختاروا شي حاجات باش يقدروا يجروا عباد الله للصفحات ديالهم. كل شيء اللي عنده شي صفحة بغي ينجحها بطريقة ما، بأي طريقة يقدر يقول أي حاجة على أي حاجة. ولكن تنشوف أنا بأن أنا تبالي بأن انستغرام محترم أكثر من أماكن أخرى ولا مواقع أخرى. كل شيء الانترنت فتحت المجال لأي واحد بأنه يكون ستار ويكون معروف. وكنت نقول انا من الاول فاش يلاه بان هادشي تاع انستغرام تنقول لهم شوف دابا ما بقاش يبقى الفنان بوحدو اللي مشهور، غيوليو حتى ناس واحد اخرين مشهورين ها هما طلعوا. ولكن باش نقولوا ستوبيد بيبل صعيبه، يعني احنا ما نهاجموهمش، هادو ناس عندهم حريه التعبير من خلال هاد المواقع، يقدروا يضحكوا يقولوا اللي بغاو، داكشي انهم ما يمسوش في الحرمه تاع اي انسان، فهمتي؟ ولا الحياة الخاصة تاعته، الحاجات اللي تتخصه، فهمتي؟ باش يبقى هناك واحد الاحترام سائد. طبعا اللي ما عندوش الضمير وتبغي يقول حاجات خايبين وداكشي هذاك شغله هذاك تيبقى، فهمتي؟ والحمد لله من القانون خرج انه تعاقب الناس تيهضروا واللي يصورك واللي يقول لك شي حاجه خايبه فيك ولا يعني اي انسان. دابا القانون تا هو ولا ماشي مع هذه المسائل، فهم بان هنالك واحد الاشياء اللي يمكن تمس في الانسان ولا تمس في الاخلاق ديالو ولا في حياته الخاصه وتدخل تا هو بهذه المساله. يعني هذا يعني هذه بادره مهمه جدا من القانون المغربي، خرجوا بنود خاصه بان اي واحد صورك ولا اي واحد قال شي حاجه ماشي هي هذيك ولا هذه ولا هذه ولا نشر شي صور يعني تتعاقب بالقانون. وفعلا الوغ هنا تيبقى لواحد الحدود، تقدر تهضر تضحك تقول دير شي حاجه زوينه تقبض شي حاجه كي قالوا شحال هذه كان الباباراتزي دير الباباراتزي راه هذا شي بطريقه جديده. تبارك الله عليكم. من خلال قناة الدار تنقول لكم أنا تنبغيكم بزاف، ودابا أنا وليت ولد الدار تاعنا. شكرا لكم، شكرا على الاستضافة، وتنحبكم بزاف، وتسناو الجديد ديالي محمد رضا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.